وإلى سلطنة عمان، حيث يعيد العيد البهجة ويرسم الفرحة في عيون الصغار والكبار. فإلى جانب كون العيد شعيرة دينية، يعد أيضا مناسبة لعادات وتقاليد ارتبطت به، ومنها التوافد على سوق الهبطة في مسقط. المزيد في التقرير التالي. في واحة من النخيل بولاية سمائل تقام هذه الهبطة أو الحلقة كما تعرف محليا، كأول مظاهر عيد الأضحى المبارك. سوق تقليدي مفتوح يقصدها الكبار والصغار، النساء والرجال، تعرض فيها احتياجات العيد ولوازمه. الهبطة عبارة عن سوق تقليدي موسمي يقام قبل عيد الفطر وعيد الأضحى بثلاث أو أربع أيام في مختلف ولايات السلطنة. والسوق فرصة لمربي الأغنام والمواشي لعرض وبيع أغنامهم عن طريق ما يسمى بالمناداة. عمليات البيع والشراء بطرقها التقليدية تعطي لهذا السوق تفردا فريدا. بالمقابل، الأطفال بفرحتهم يشكلون ملمحا آخر، وهم يتجولون برفقة أهليهم بين الألعاب والحلويات والمأكولات ليشتروا بالعيدية ما يبهجهم. طبعا هبطة السرور تعتبر من أقدم الهبطات في السلطنة، ويعتبر تعتبر من أفضل الهبطات تاريخيا، يعني ما من اليوم أو من يعني من سابق العهد. كانت في هبطة السرور تعتبر على جميع محافظات السلطنة هي الأبرز. يوجد بالسوق ألعاب للأطفال، وفيه مواشي الأغنام والأبقار، وتوجد أيضا أدوات الأعياد مثل السكاكين وأدوات الذبح وجميع ما مستلزمات العيد، يعني احتياجات الأطفال صغار السن واحتياجات كبار السن أيضا. هبطة بلدة سرور واحدة من أشهر الهبطات بسلطنة عمان، نظرا للإقبال الشديد عليها، إلى جانب جماليات المكان وما يزخر به الحدث من مفردات كالأصالة والبهجة تظهر جلية في تقاسيم الكبار ووجوه الصغار يرسلها المصور الفنان. الهبطات نوعا ما لازم تكون سريع، لازم تكون يعني شخص ما تتأخر واقف في التصوير، لأن اللحظات تصير فجأة قدامك. ونحن اليوم متواجدين في هبطة سرور، واحدة من أجمل الهبطات، المكان، الإضاءات، تحت هذه غابات من النخيل. نحن كمصورين يعني دائما الخيار الأول سرور. وتستمر هبطات العيد في مختلف الولايات وفق جدول زمني يتيح فرصة أكبر للباعة والمشترين لتحقيق مقاصدهم من هذه السوق. الهبطة أول مظاهر عيد الأضحى المبارك، يحتفل بها العمانيون بعادات وتقاليد تستمر طيلة أيام العيد. فكل عام وأنتم بخير. تلفزيون مملكة البحرين، أحمد بن بارك الدرمكي من بلدة سرور سلطنة عمان.